عودة مرة أخرى إلى الأستاذ محمد السيد حمادة، حضرتك سمعني دلوقتي يا فندم؟ ايوه يا فندم، طيب اهلا وسهلا بالإشارة، بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، بالإشارة إلى التقرير اللي بنتكلم عنه، تقرير مراسلين بلا حدود الأخير، واللي قال إن أسوأ 10 سنين من حياة الصحافة المصرية كانوا آخر 10 سنين. إيه قراءتك لهذا التقرير؟ طبعا يعني هذا التقرير فيه جزء كبير من التحامل على الوضع داخل مصر. الصحافة المصرية مرت بالعديد من المراحل، مرحلة الرئيس محمد حسني مبارك وخصخصة بعض واقامة الصحف الخاصة، يعني بناء على القانون 1996 أيضا، وظهور الصحافة الخاصة في عالم الصحافة، ومن ثم قامت بدور مهم في هذه الفترة. منذ 2013 حتى الآن هناك العديد من أيضا المتغيرات التي حدثت في مصر، خاصة نحن شهدنا في 2013 ظهور العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية وغير ذلك، طبعا التي كانت تؤكد على أن هناك حالة من حالات الانسيابية داخل المجتمع المصري، بالإضافة أيضا إلى أن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن احنا يعني في تحامل كبير جدا من هذا التقرير، خاصة نحن نعلم أن كل المحبوسين الآن محبوسين على يعني إدراج قضايا حبس إداري من النيابة العامة، وأيضا تم تفعيل لجنة العفو الرئاسية وخروج العديد من الصحفيين أو العديد من طب من كانت استاذ لديهم محمد، تهم. يعني استاذ محمد السيد حماده، لو اوضاع الصحافه، حضرتك بتقول التقرير فيه تحمل كبير جدا على اوضاع الصحافه في اخر 10 سنين، وان الاوضاع ليست كما وصفها التقرير، لكن لماذا اذن مصر تاخرت في المؤشر العام لحريه الصحافه حتى وصلت الى المرتبه 166 من 180 دوله؟ في 8 مرات تاخرنا فيهم في آخر 10 سنين فقط، لماذا؟ يعني حضرتك احنا مرينا بمراحل كبيرة جدا، عندنا كان في حرب ضد الإرهاب، عندنا كان في العديد من التحديات الكبيرة داخل مصر. أعتقد في تصوري أن مثل هذه التقارير فيها جزء كبير من التحامل على الوضع داخل مصر. حرية الرأي والتعبير حق متاح لجميع المصريين بشرط ألا ينقص من حريات الآخرين، وهو يعتبر حق دستوري، خاصة نحن نعلم أن الإعلام له دور تنويري للرأي العام والمجتمع. الإعلام هو يمثل القوة الناعمة لرفع الوعي والإدراك لدى المواطنين. طبعا احنا منذ دستور 2014 وايضا منذ يعني الدستور اكد على ان في الماده 68 على حق تداول المعلومات، ايضا الدستور نص على ان المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسميه ملك للشعب، والافصاح عنها من مصدرها حق تكفله الدوله لكل المواطنين. الان لدينا لجنه للعفو الرئاسي وتم تفعيلها من خلال الحوار الوطني، والاستاذ محمد سعد عبد الحفيظ كان شريك في احدى اللجان بحقوق الانسان وتحدث بشكل كبير جدا يعني وبشكل متسع وقال رايه بوضوح شديد، وتم يعني الاستماع له ودون يعني الحجب على رايه والاستماع للراي الاخر. هناك ايضا المناداه بقانون حريه تداول المعلومات وضروره تفعيل هذا القانون، وضرورة أيضا نحن نعلم كمان أن الحكومة المصرية تبنت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 21-26 هناك العديد من الإجراءات التي اتخذها الدولة المصرية للاهتمام بحقوق الإنسان خليك وأيضا معايا رفع أستاذ الوعي لدى محمد لو سمحت.